استضافت قبائل البشرية والعببدة والوافدين في مدينة شلاتين مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك وسط أجواء احتفالية. ناقش الشباب مع مشايخ وشباب شلاتين رؤيتهم وبرنامجهم التشريعي والرقابي، وأكد مرشحو تنسيقية شباب الأحزاب بالقائمة الوطنية من شلاتين أنهم سيمثلون صوت أهل الحدود الجنوبية تحت القبة، فيما أكد مشايخ شلاتين وحلايب وبورماد دعمهم للرئيس السيسي في تمكينه الشباب وفي حربه ضد الإرهاب والفساد.